اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي تمر هذه الفترة على الطلبة في العراق لمراحل الصفوف المنتهية وغير المنتهية في وقت قريب لاحق بفارق زمني يقدر بالأيام، وهي تشكل محطة حاسمة لهم بعد جهد تعليمي دام لسنة كاملة تشاركهم مسؤولية اجتيازها الكوادر التربوية مع ذوي الطلبة في سبيل إيصال التلاميذ والطلاب لبر الأمان واستئناف رحلة التعليم الذي تبنى على أساسه نهضة المجتمعات في ظل خطة وضعتها وزارة التربية تضمن سير عملية الاختبارات بسلاسة دون عراقيل. هذا المنهج الدراسي حينما يوضع بطريقة متكاملة، الموضوعات تكمل بعضها بعضا، هنالك مجموعة من الأسئلة في نهاية كل فصل يعني يدرسه الطالب، هذه يستطيع من خلالها أن يختصر المنهج بهذه الأسئلة، والطالب لو اعتمد على قراءة هذه الأسئلة وحل الأسئلة بطريقة صحيحة كان من المفترض أن يجيب عليها بطريقة إيجابية ويحصل على الدرجة التي يريد. نعم العراق اليوم عنده أزمات كثيرة جدا وعنده مشاكل أيضا حتى في العطل الرسمية التي تظهر في بعض الأحيان مفاجئة للطالب ربما تعطله حتى عن الدراسة، نحتاج أيضا هذه المواد الدراسية تقلص حقيقة. من جهة بعض الطلبة هناك ثناء على الخطة الدراسية السنوية التي من شأنها الأخذ بيدهم نحو مرسى النجاح من خلال اجتياز الاختبارات والانتقال إلى المراحل اللاحقة، في حين يجد طلاب آخرون صعوبة في الاختبار لعدد من المناهج العلمية على وجه التحديد لأسباب متفرقة تنقسم بين عدم توافقها مع جودة التدريس وظروف أسرية تحول دون إتمام مهمة الدراسة على أكمل وجه. طالبات متأهلين للسادس، فلازم نعرف نمط الأسئلة تمام، وأول شيء أنه الأسئلة لا هي سهلة ولا هي صعبة، متوسطة، يعني يقدر أنه طالب ينجح بيها. ينطون حق المادة، بس أكو مرات طالبات ما يقرون ولا يحضرون، في المدرسات يتعبون كلش، أنا وخاصة أم الإنجليزي ورياضيات وعربية. مادة كلش يعني سهلة ومبسطة، والست بعد تبسط لنا إياها أكثر، فما يحتاج يعني خصوصي، غير المواد يعني مثل الإنجليزي الرياضيات يعني ممكن. بالعودة لنظام التعليم في العراق بحسب اليونسكو كان يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، لكنه تراجع بفعل الحروب والحصار وغياب الأمن، وتحاول الحكومة العراقية الحالية تدارك هذه الأزمة بعد تخصيص 10% للتعليم من ميزانيتها السنوية إضافة لإكمال خطة واسعة وتجهيز قطع أراض لتأسيس 3000 مدرسة أخرى لاحقة في مناطق ومدن متفرقة. لبرنامج حديث بغداد، ماس القيسي، MBC العراق.